معليش تعطي لي تلفون انت وين تكون واحد سجل لا لا حطه لي باكلي هذا تباري باري كل حالك بس وبعض شروحه والأعمال المتعلقة به وإن شاء الله سنستفيد من ذلك ثم نفتح بعد ذلك يعني بعد كلمته الباب للسؤال والإضافة إن وجد. تفضل. بسم الله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أنا مش أستاذك. وقلت لك ممكن هذا باش تقول لي أنا أستاذ. وأنا سأظل أقوله هذا من أحسن الإنسان ربي سبحانه وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى. أنا لا أريد الحديث عن نفسي وكما قال أبو بكر القول المعروف عندكم نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص والإتقان وأن ينفع بكم وأن ينفع بإخواني هنا من دكاترة الفضلاء والباحثين العلماء. فأنا الأمر هذا والله كنت ولا أزال مترددا في الحديث عنه. لا شك أن الحديث عن موطأ الإمام مالك حديث شيق، لا سيما أن هذا الكتاب قد أخلص فيه صاحبه مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي إمام المدينة وأتقن وتفانى في جودته. يكفي أن نعرف أنه بقي فيه في تأليفه وترتيبه 40 سنة، وهذا الكتاب جال في المشرق وجال في المغرب وبارك الله تعالى فيه، حتى أن الذهبي كما أذكر يقول وللموطأ في النفس مكانة خاصة، أو كما قال الذهبي في السير. فعلا الموطأ هو اسم على مسمى الإمام مالك رحمه فيش فيه قرب شوية قرب مني ما تجوني زيت زيتون يا فاضل كاين العسل وكاين زيت زيتون كل كاين سل. قلت الإمام مالك قرب له شوية برك. رحمه الله رحمه الله تفانى في انتقاء الرواة وتشدد في ذلك أيما تشدد، كما أنه كانت له عقلية منهجية في ترتيب الموطأ، هذا الترتيب الذي ابتكره دون غيره، فلا نجد هذا الترتيب عند غيره من المصنفات، لا في مصنف حماد بن سلمة وهو أقدم من جهة التصنيف من جهة التاريخ، ولا في جامع معمر وقد توفي أظن 157 وقد قرأت هذا الكتاب، ترتيبه مضطرب وليس فيه ترتيبا دقيقا جميلا كما فعل الإمام مالك، مما يدل على أنه كان صاحب ذوق وصاحب فن في ترتيب الأبواب، فضلا عن اختياره الرجال الذين ينتقيهم. مالك لا يروي عن أي كان. فهذا الكتاب وضعه الإمام مالك يجمع فيه بين الحسنيين، بين التفقه بمعنى كأنه يدعو
بل هو يدعو إلى طلبة العلم إلى التفقه فيه والنظر فيه، وقد صرح بذلك كما جاء عند القاضي عياض، وفي آن يدرب وضع فيه منهجا للاستنباط للأصوليين حتى ينحو نحوه في اختيار المسائل. أحيانا تجد بعض المسائل مرتبة ترتيبا أصوليا فيها الناسخ والمنسوخ ثم الناسخ، مما يدل على أنه كان يقصد بذلك الأمر، الأمر لم يكن اعتباطيا في ترتيب أبوابه، وهو يدل على عقلية فذة في هذا الشأن. ونحى كذلك فيه منحى الفقهاء، لأنه عندما يحتج بالحديث وأحيانا يأتي بالآية ثم يأتي بالأثر ثم يأتي بأقوال التابعين ثم يأتي برأيه، وهذا الترتيب المنهجي الدقيق يدرب طالب العلم على كيفية الاحتجاج. بمعنى آخر أن الآية كتاب الله عز وجل، إذا لم يوجد في ذلك فبيان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إذا لم يجد في ذلك الباب، وهذا يدخل فيه جانب المذهب، يذكر أقوال الصحابة والتابعين، لا سيما فتايا أو فتاوى، كلاهما صحيح، فتاوى عمر الخطاب أو فتاوى عبد الله بن عمر الخطاب. أحيانا في الباب لا يذكر إلا رأيين فقط لبعض الفقهاء، مما يدل على أنه يقصد بذلك الأمر. وبعضهم يظن أنه لم يقف على بعض الأحاديث، وهذا الظن في غير محله، قد يعرف الحديث ولكنه لا يعمل به، ويذكر الفتوى لعبد الله بن عمر، مما يدل على أنه يختار هذا الرأي كما في اختياره لعدم زكاة الحلي بذكره حديث أثرا عن ابن عمر فيما أذكر، وأثر عائشة المعروف لديكم في هذا، وإن كان أنا لا أوافق هذا الاختيار، لكن نذكر الأمور المنهجية، أنا لا أوافق في قضية زكاة الحلي، وشيخنا قد يختلف معه في هذا الأمر، لكن هنا نتحدث عن الجانب المنهجي، وهذا مهم جدا لمن يريد أن يؤلف أو يضع كتاب، واضح؟ وكيف نستفيد من كتب التراث، كيف نوظف هذا التراث لتطوير المنهجية أو للاستفادة من هؤلاء العلماء الأفذاذ، كيف وضعوا هذه الدرر. بعض الناس يظنه أنه اعتباطا بمعنى قام أو نهض الصباح فأخذ يكتب، لا، الأمر يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى اختيار ويحتاج إلى تفنن كذلك في اختيار الآثار المناسبة لذلك الباب. قلت هذا الأمر دفع، ادخلوا شوية باش كي يجوا زميلاتكم، دفع باش كي يجوا، خلوا الأطراف فارغة باش كي يجوا يدخلوا مباشرة. دفع الطلبة من كل الأمصار إلى الالتفاف حول الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه إن شاء الله، فبلغ تلاميذه زهاء الألف، والرواة عنه رواة الموطأ ما يقرب من 100 راو. أوصلهم الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي في كتابه إتحاف السالك إلى 79 راويا، وأنا وجدت بعض الرواة استدراكا عليه، فيبلغ في رأيي ما يقرب من 100 راوي للموطأ، راوي كلاهما صحيح للموطأ. أول الرواة الذين عرفوا هو راو مغربي، علي بن زياد التونسي الطرابلسي، هو تونسي ولأنه استقر وعاش في تونس، وهو شيخ سحنون، روى النسخة ودخلت إلى تونس. علي بن زياد توفي سنة 83 و100 للهجرة، بعد وفاة الإمام مالك بأربع سنوات انتشر هذا الكتاب ووصل إلى إفريقية، قلت مما يدل على البركة والفائدة التي كانت تحصل من هذا الكتاب. ثم بعد ذلك انتشر في الأفاق حتى وصل الأندلس، تصوروا هذا الأمر في القرن الثاني كيف كان الأمر، أنت الرحلة في الطائرة من مدينة للأندلس تأخذ معك ممكن 8 ساعات تتعب فيها،
فما بالك يحيى بن يحيى الليثي يرحل وقبله هو الغازي بن قيس قبل ذلك، وشبتون الشيخ رحل إلى المدينة وجلب معهما رواية الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالكتاب قلت بارك الله تعالى فيه وأخذه عنه رواة وأئمة كبار، فأخذه مثلا من الأئمة النقاط عبد الرحمن بن مهدي، له رواية يذكرها الإمام أحمد المتوفى سنة 98 و100 للهجرة، أحد كبار علماء الجرح والتعديل، وروى عنه كذلك القعنبي من أشهر الرواة وأضبطهم الإمام القعنبي المتوفى سنة 221 للهجرة، وقد طبعت روايته كاملة الآن. وأخذ عنه كذلك من الرواة أبو مصعب المدني، ولعل آخر رواية وأوسعها هي رواية أبي مصعب الزهري المتوفى سنة 42 و200 للهجرة. كما أخذ عنه كذلك الإمام المصري الكبير يحيى بن عبد الله بن بكير. وهنا أقف عند يحيى، هناك ثلاثة أسماء تسمى بيحيى رواه عن الإمام مالك، من يذكرني بهم من باب الاختبار؟ مش مشكلة هذا نختبرهم لازم. يا بناتي العزيزات قبل أبنائي الأعزاء، نبدأ بحسب التاريخ. أنتم مالكية لابد أن تعرفوا إمامكم وأن تدققوا في هذا. أبدأ معكم. مسلم يروي عن يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي المتوفى سنة 21 و200 للهجرة، وهو من أضبط الرواة، وكان يسمى بالشكاك، هذا إذا شك في حديث طرحه، وهو إمام ناقد كبير. نيسابوري تميمي نيسابوري توفي 221. الثاني هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري صاحب الرواية، وقد طبعت في 3 مجلدات، وهو فقيه وله مختصر، ومن أكابر الرواة عن مالك، سمع الموطأ 17 مرة. ثم كذلك الراوي الثالث هو يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي التي روايته مشتهرة، توفي سنة 234 للهجرة. هذا بالترتيب الزمني بالنسبة ليحيى، حتى لا يقع في خلدكم أن يحيى يحيى يحيى، من هو يحيى الذي روى عنه؟ إذا وجدت في صحيح مسلم أعرف أنه يحيى النيسابوري، إذا وجدته في الرواية مطلقا فهو الليثي المصمودي البربري هذا الأندلسي، أو يحيى أو يحيى بن بكير المصري. وهذا ذكر فيه بعض الفوائد، إحنا المصريين أحيانا تفردوا ببعض الأشياء. نعود إلى قضية الكتب التي عنيت بها في هذا المجال. الإمام مالك رحمه الله من الكتب كتاب الموطأ وطأه، هو سمي موطأ، والراجح أنه وطأه للناس، حتى بمعنى سهله، جعله سهل الموطأ، بمعنى كأنه يقول أنا سهلت لكم ويسرت لكم تناول هذه الأحاديث وهذه الآراء، وهي غاية كل من يكتب وكل عالم. العالم خلق ليبين، لتبين الناس، قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، لتبين الناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون. والبيان الذي تحدث عنه الشافعي هو وظيفة العالم، العالم الذي يصعب الأمور أو يتكلم بما هو صعب وغريب ووحشي هو في الواقع ليس بعالم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قوله سهلا ممتنعا وجميلا، ويصل القلوب، يصل إلى الأعربي كما يصل إلى الفيلسوف. لو تلاحظون بين رواية طلحة بن عبيد الله التي أخرجها مالك في الموطأ، لما سأله الأعربي الذي جاء من نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسمع الإسلام، قال 5 صلوات. النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما في قلبه، لأنه يعرف من أحواله أن الرجل هذا رجل عملي، خطبه بما يفهم. بينما الآخر رئيس القبيلة الشريف الكبير جاء يسأل عن أمر غريب،
قالوا جئت أسألك عن لي هذا الأمر. صاحب الضفائر ثمام بن ثعلبة سأله عن أسئلة عقدية من أصعب ما يكون. قال سل مبادئ، قال اصبر سأسألك فإني سائلك فمشدد عليك. قال سل ما بدأ لك؟ قال إني أسألك عن أول هذا الأمر. حتى هذا السؤال لو يطرح عندكم كذلك ستستصعبون السؤال، صح ولا؟ لكن خاطب هذا بما يفهمه وبما يعقله، وخاطب هذا بما يعقله. هذا هو هذا أصل البيداغوجيا، أصل البيداغوجيا سنها النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته. لا علينا حتى لا نتوه في هذا الأمر. الإمام مالك لما وضع هذا الكتاب تفنن الناس في التأليف حوله، منهم من عني برجاله، بمعنى أنه أخذ الرجال الذين ذكره الإمام مالك ووضعهم في كتاب وصنفهم بحسب أسمائهم، كالإمام أبو عمر ابن الحذاء الأندلسي المتوفى سنة 416 للهجرة في كتابه رجال الموطأ، وهو كتاب فذ وجميل للغاية، رتب فيه وذكر فيه كل ما ذكر في الموطأ من رجال ونساء في هذا، ورتبهم ترتيبا مغربيا. هذا الكتاب وهو كتاب نفيس وفيه من العلل والفوائد الكثير، أنا أنصح بقراءته كتاب الحذاء. وفعل كذلك من المشارقة ابن الأكفاني، وهذا كتاب من الكتب التي حققتها جزء تسمية رواة الموطأ، تنأتي إلى رواة الموطأ. رجال الموطأ كذلك اهتم به ابن مزين المتوفى قبل ابن الحذاء الأندلسي، المتوفى 259 الهجرة، ألف كتاب سماه رجال الموطأ. إذن البعض منهم اهتم بالرجال، البعض منهم نحى منحا آخر، حاول أن يعيد ترتيب الموطأ وفقا لشيوخ الإمام مالك، بمعنى أخذ الموطأ واستقرأ الكتاب وأخذ الشيوخ ابن شهاب الزهري مثلا المتوفى 124 للهجرة، أخذ مجموعة أحاديث التي وردت في الموطأ أو في الموطئات كما فعل الجوهري في الكتاب الذي حققته من 12 رواية، ووضع هذه الكم من الأحاديث دون ذكر الآثار، ذكر المرفوعات فقط ورتبها. أخي ظهر ولا عصر؟ وقت ظهر. الحمد لله على مزال مسلمين إن شاء الله. إلى المغرب إن شاء الله. وين كنا احنا توتا؟ كنا في الجوهري، قلنا اخذ الروايات ورتبها ترتيب الشيوخ وذكر 12 رواية. قريت كتاب مالي في السابوتاج انت تعكر نسويش. نعيد الجوهري صح؟ الجوهري هذا إمام من أئمة المصريين والحفظة، وكان عاش في عصر العبيديين وعانى الكثير، حتى أنه كان يدرس في بيته. كان إرهاب العبيديين الشيعة إرهابا قويا، يقول الذهبي فيه توفي كهلا. كتابه مسند الموطأ هذا كتاب عظيم، ومن الكتب التي اشتغلت عنها وأريد أن أصحح الأخطاء التي وقعت فيها، لأنه كتاب عظيم اعتمد فيه على 12 رواية يطول الحديث لو بقيت أتحدث عن هذه الروايات، ووضع فيه مقدمة مسندة وهي من أوسع المقدمات المسندة حول الإمام مالك في كتابه مسند الموطأ، وتعرض إلى جملة من العلل وبعض الألفاظ الغريبة التي يرويها بالإسناد عن ابن وهب عن ذلك الكتاب هذا اللي كان يسوقها في بالإسناد، ثم بدأ في ترتيب أحاديثه حسب حروف الهجاء، يذكر حديث ابن شهاب ثم بعد ذلك حديث، ثم في داخل الترتيب يذكر الصحابة مرتبين، بمعنى ابن شهاب محمد بن مسلم لأنه تبركا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم داخل الباب الذي فيه حديث ابن شهاب يذكر أنس بن مالك أو غيره على حروف المعجم، ثم يتكلم عن اختلاف الروايات
ثم يعلق من جهة العلل ويشرح بعض الكلمات. والكتاب غني غني جدا بالفوائد، وأتمنى من الله عز وجل، أنا بدأت فيه عندي في إصلاح ما وقع فيه من خلل، لأنه كتبته منذ حققته منذ أكثر من أو من 30 سنة الكتاب، ويحتاج إلى مراجعة، لكنه كتاب غاية في النفاس الجوهري هذا، وكل من جاء بعده إما تأثر به وإما نقل عنه. ابن عبد البر نقل عنه في التقصي، ونقل عنه في الاستذكار وفي التمهيد، ونحى نحوه في ترتيب التمهيد على شيوخ الإمام مالك. فالكتاب نفيس للغاية، وحفظ لنا نصوص من بعض الرواة الذين اندثرت رواياتهم عن الإمام مالك، مثل رواية مطرف مثلا، هذا راوي سيأتينا بعض الحديث عنه، لأن ابن مزين تأثر به، ومطرف يمثل المدرسة الأثرية في شق المذهب المالكي، البعض منهم سيستغرب هذا الأمر. وهو عبد الملك بن حبيب وابن مزين وغيره، وابن وهب كذلك، فذكر ابن وهب كذلك. قلت بالنسبة للبعض منهم، قلت اهتم بالمرفوعات، لأن الجوهري لم يذكر الأثار، رتبه ترتيبا بحسب الشيوخ، وذكر المرفوعات فقط، بمعنى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ولم يتعرض للآثار، مما يدل على أنه صبغ الكتاب صبغة حديثية صرفة، بينما الإمام مالك كان يذكر الآثار ليريد ليستشهد بها، لكي ينصر بها الجانب الفقهي. معنى مالك كان يراعي الأمرين، أو استشهاد بالحديث وهو كتاب حديثي، ثم كذلك يذكر الآثار ليقوي ما يراه من الجانب الفقهي. لاحظت كيف اختلاف المنهج، منهج الإمام مالك ومنهج هؤلاء الذين كتبوا حول الموطأ، لأن بعض منهم كما سيأتينا شرح الموطأ شرحا بحسب ترتيب الموطأ، كالباجي والمعروف وابن عبد البر وابن العربي وغيرهم من الحفظة. قلت هذا الكتاب كتبت فيه مقدمة مهمة جدا، وأكثر الناس اهتماما به هم المغاربة، حتى أن ابن حذاء أدخل هذا الكتاب إلى الأندلس وغيره من الحفاظ، اعتنوا بمسند الموطأ حبا في مالك، في نفس الوقت كذلك حبا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى يطول الحديث، كان تحدثنا على كل الكتب يا شيخ. قلت مثلا بالنسبة لي ملخص القاضي، إيه سأذكر الملخص القاضي، والله ما أدري، في كتاب كنت حققته زمان كذلك، ومشكلات موطأ لابن السيد البطليوسي أحد علماء الأندلس اللغويين، وهو شيخ من شيوخ القاضي عياض، وهو جزء في مجلد. الكتاب هذا وقع إشكال في قضية هل أن الكتاب هو له أو هو اختصار لكتاب الوقشي، كان الشيخ عبد الرحمن عثيمين كتب ردا علي في هذه المسألة، وأنا وجدت أن الشيخ بن عاشور على النسخة الخطية القديمة يقول هو لابن السيد، وهذا كذلك مما يرجع. ونقلت وجدت نقول للزركشي في الإجابة يقول أنه لابن السيد، فالأمر يحتاج إلى دراسة، لكن الكتاب مفيد، هو مختصر واقتصر على الغريب في الموطأ، اسمه مشكلات موطأ، مطبوع الكتاب في دار ابن حزم في سنة 2002 أظن. أنا هذا بها مشكلات لغوية، أي مشكلات لغوية، أحيانا يتعرض لبعض القضايا الفقهية، ولكن أكثرها ما يتعلق باللغة أكثر منه بهذا الأمر. بالنسبة لغرائب مالك، وهذا كتاب نقدي، غرائب مالك لابن مظفر البغدادي، هذا ابن مظفر توفي سنة 379، وأحد النقاد الكبار، نشر له كذلك غرائب شعبة، مما يدل على أنه صاحب قلم في النقد. هذا ابن مظفر أخذ مجموعة من أحاديث
أكثرها مرفوع دكتور. هذه الكتب اللي يذكرها الدكتور كلها التي حققها، لا يذكر عموم الكتب، لا الكتب التي اشتغل عليها وحققها. هذا الكتاب خرج في مجلد صغير وكانت عبارته رشيقة فيه، مثلا يقول هذا في رواية ابن وهب موصول، وهذا في رواية القعنبي مرسل، كانت عبارته دقيقة وفيه بعض الآراء في النقد مهمة ومهمة جدا على صغر حجمه ابن مظفر، وهو يقارن بالدارقطني في ذلك الحين. مكثر من الشيوخ هذا طبع الكتاب وهو من الكتب النقدية، وفيه فوائد تدور في فلك الموطأ، ويحتاج مني كذلك إلى عاد لأنه طبع عام 97 ميلادي الكتاب هذا، فالآن نظرت فيه ولكن يحتاج إلى كذلك نظرة أخرى لإعادة إخراجه. بالنسبة في دار الغرب، في دار الغرب. بالنسبة لكشف المغطى سنأتي إلى ذلك، لكن أريد أن أحدثكم عن تفسير غريب الموطى للأخفش، ليتك جبته. هذا كتاب كتبه صاحبه وهو أحمد بن عمران ابن سلام الأخفش. هذا ليس داخل ضمن الأخافش الذين ذكرهم، لا، السيوطي أوصلهم إلى أحد عشر أخفشا. هذا لم يترجم له، لأن وهو محدث وفقيه في نفس الوقت ولغوي، توفي سنة 249. هذا الكتاب جميل، جميل للغاية، ممتع للغاية، لأن عبارته سهلة، ويرويه القابسي ويرويه ابن أبي زيد القيرواني، والنسخة قيروانية قديمة وقديمة جدا، وفيه أحاديث مسندة وأشعار مسندة وشرح الغريب، وفيه فوائد كثيرة وكثيرة جدا. هذا الكتاب ممتع للغاية، بمعنى يستطيع الإنسان أن يقرأه، وكنت حققته أنا وطالبة في الماجستير، كان على نسختين أو ثلاث نسخ، نسختين من قيروان ورقادة ونسخة من أنقرة برواية ابن أبي زيد القيرواني، والكتاب طبع في مؤسسة الفرقان. أنا أنصح بقراءته هذا الكتاب لأنه فعلا ممتع، رغم صعوبة المادة لكنه ممتع. الكتاب الآخر هو هذا متاح للشبكة، كتاب موجود على الشبكة، الملخص للمتحفظين من مسند مالك، هذا لأبي الحسن القابسي، وأنا كتبت كتاب عن القابسي كنت أهديته للجامعة، ممكن تجدوه في الجامعة، كتاب أبو الحسن القابسي محدث القيروان وروية صحيح البخاري، وهو من أعلام المغرب العربي، وسحققت هذا الكتاب. الكتاب هذا لخص فيه رواية ابن القاسم عن سحنون، المغاربة لهم رواية كبيرة جدا يرويها ابن القاسم غير المسائل، هذه يرويها عنه سحنون، ونعمل إن شاء الله على إخراج هذه القطعة الكبيرة من هذا. لكن القابسي ماذا فعل؟ رتبه على شيوخ مالك ووضع مقدمة نفيسة في المصطلح، وهذه مهمة جدا للقابسي، ثم بعد ذلك جاء بالأحاديث والأحاديث المرفوعة فقط، ورتبها ترتيبا كذلك أبجديا، ولم يتحدث عن عللها إلا في جزئين، ففي مناسبتين أو ثلاث فقط فيما أذكر، لا لشيء، لأنه يرى أن هذه كل الأحاديث كانت صحيحة، أو يراها صحيح هو في تصوره. القابس توفي سنة 403 للهجرة، الإمام أبو الحسن علي ابن محمد المعافري، معافر هذه قبيلة في اليمن، معافر حكمت حتى انتشروا اليمنيين حتى في الأندلس. لعل الكتاب مهم جدا، طبعته دار سحنون في هذا، وفيه أخطاء مطبعية، مصاب تجمحالي هذه، فيه أخطاء مطبعية كثيرة هذا الكتاب. أما أنصح بقراءة القابسي الكتاب الذي ألفته، لأنه من الكتب التي هي قريبة إلى نفسي، مش على خطر أنا ألفتها، لا، يعني أنا استمتعت بوضعها، وأريد أن أنقل المتعة إلى القراء كذلك. لا علينا، نأتي إلى كتاب الآخر، وهو كتاب
كشف المغطى عندنا عندي أسماء الرواة أسماء رواة عن مالك لابن الأكفاني وهو هذه ذكر الأسماء فقط لم يذكر تراجم مطولة إلا بعض الفوائد. هبة الله بن الأكفاني توفي سنة 524 وأظنه أول كتاب ألف في ذكر أسماء رواة الموطأ، يعني اللي ذكرناه عن ابن الحذاء هذا في كل رجال الموطأ، بينما ابن الأكفاني ذكر أسماء رواة الموطأ عن الإمام مالك تلاميذ يعني تلاميذه في رواية الموطأ، وهو كتاب خرج بتحقيقي في 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 جزء في أظن في دار صحنو في دار ابن حزم. نأتي إلى كشف المغطى للشيخ بن عاشور، هذا ضبطته وعلقته عليه واستدركته عليه، وفيه تحقيقات نفيسة للشيخ بن عاشور، كشف المغطى العلامة تونس هذا، وقد طبع بحمد الله 4 طبعات الكتاب، وفيه بعض المناقشات مع الشيخ بن عاشور في هذا الكتاب، وهو كتاب نفيس كذلك. أشرفت على بعض رسائل تتعلق بالموطأ، في كتاب آخر نسيته شو هذا؟ ابن قرقول ضمنه يتحدث عن الموطأ. لا نسيت كتاب غير ابن قرقول، ابن مزين، تفسير ابن مزين. هذا كتاب هو أخونا ممكن يحدثكم عنه، كتاب جميل للغاية، تفسير الموطأ لابن مزين الطليطي، هذا توفي سنة 259 الهجرة، هذا الأزرق، هذا كتاب ممتع للغاية وعليه مسحة هذا لم أتحدث عنه زاد. الكتاب هذا فيه مسحة أندلسية وعني بالموطأ عناية خاصة، وميزته أنه يذكر الخلاف العالي بين تلاميذ الإمام مالك، كيأتي مثلا بقول أصبخ ابن الفرج وقول يحيى بن يحيى الليثي وقول عيسى بن دينار وقول كذلك عبد الله بن نافع المدني، ويذكر آراءهم حول القضية التي يسوقها في الموطأ، ويرجح أحيانا وأحيانا يشرح الغريب، وأحيانا يأتي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترجيحا لقول، وفيه من الفوائد الكثير الكثير، ممتع للغاية. أنا أنصح بقراءته لمن هو مغرم بالقراءة ولمن يحب الموطأ كذلك، فيه فوائد كثيرة وعجيبة الكتاب هذا، ويضبط كذلك الأماكن والبلدان ويشرح، وكل من جاء بعده كالباجي مثلا وابن العربي وعياض وغيره نقل منه في أنه والبوني كلهم أخذوا من هذا الكتاب قنازي، وهو كذلك سلف المعتقد، يذكر ابن عبد البر رأيه في الرؤيا ورأيه في حديث الجارية، شرحه قيت الشرع عند ابن عبد البر ما وجدته أنا في المخطوط، سقط من المخطوط أنه هذا قطعة منه مش كتاب راعي الخلاف في مسائل أصولية. أنا أنصح من منكم يريد أن يدرس هذا الكتاب من جهة الفقه، أنا كتبت مقدمة في 62 صفحة، ولكن فيه أشياء فقهية تحتاج إلى مزيد الوقفات، لأنه أندلسي، وقلت الأندلسيون بصراحة لما تقرأ لهم تعجب بأسلوبهم في الكتابة. هذا كتاب أقدم كتاب في شرح الحديث على الإطلاق لابن وهب نفسه، تفسير الموطأ لموطأ ابن وهب، ابن وهب عبد الله ابن وهب توفي 197 الهجرة، ألف موطأ كبير وموطأ صغير، هذا الموطأ الصغير شرحه في هذا الكتاب، والنسخة كتبت سنة 293 الهجرة ومن رقادة، هذه يرويها عون بن يوسف التونسي، هذا خزاعي أدخل كتب ابن وهب للقيروان، والنسخة مخرومة لو تشوفها لا تكاد تقرأ، مكتوبة على الجلد، فهمت كيف؟ حاولت معه الكثير، المكتبة العتيقة بالقيروان، المكتبة العتيقة بالقيروان. ميزة هذا الكتاب أنه أقدم شرح موجود للحديث النبوي على الإطلاق، 197 شرح فيه موطأه، لأنه عنده موطأ ابن وهب وعنده موطأ كبير وصغير، وشرح الموطأ صغير وشرح موطأ مالك في 10 أجزاء كما يذكر الوليد ابن اسمه هذاك البكر، الوليد البكري هذاك صاحب الإجازة يذكره في الحكايات والمسائل،
أن وعنده رواية كذلك طبعت قطعة منها في مع ابن جوصة ابن وهب عنده رواية عن مالك، بمعنى ابن وهب خدم الموطأ خدمة لا مثيل لها بين الشرح وبين الرواية وبين التأليف على منوال الموطأ، فهمت كيف؟ بمعنى وضع صغير وكبير من تأليفه وممنوع بالآثار، وهذا الذي ترك أو جعل ابن وهب أحيانا يخرج عن مالك، لأن أكثر من الشيوخ والآثار وجال في العالم الإسلامي مالك لم يكثر منه، كان ينتقي الشيوخ. أما ابن وهب روى عن الليث وروى عن ابن كنانة وعن عمرو بن الصرح وكثير من الفقهاء، هذا الذي تركه أحيانا ينصح مالك في حديث التخليل، يروي تخليل الأصابع في الوضوء، مالك ما كان يفتي بهذا بالإسناد، ساق له من رواية الليث وغيره، قال ثم رأيته بعد ذلك يفتي بهذا، قال له هذا حديث حسن لا أعلمه. شوف تواضع الإمام مالك لما جاء تلميذ قال هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أعلمه هذا حديث حسن، وقال ورأيته بعد ذلك يفتي بهذا، مما يدل على إنصاف الإمام مالك. لا علينا، هذا الكتاب كذلك كتاب جميل وجميل للغاية، مش على خاطر أنا حققته لا، لكن الكتاب جيد في حد ذاته، لكن جله في الغريب في لا في بعض مسائل فقهية أحيانا يتعرض، مثلا في تعريف الفجر، فجر الكاذب وفجر الصادق، قال كذنب السرحان، شرحها كذنب السرحان، هذه عبارة تدور كثير في عند الفقهاء. ماذا بقي يعني؟ ابن قرقول ذاك شيء، ابن قرقول حللنا المشكلة بين الشيخ والتلميذ الله يرضى عليك. والله ابن قرقول أنا لما حققته رجعت إلى النسخة المغربية وهي أقدم نسخة، ونسخة تونسية فيها أنه اختصار، بمعنى أن ابن قرقول هذا اسم أن منصوب، فهمت؟ وذلك مضاف إليه، والخبر سيأتي. لا إله الله محمد رسول الله في النسخة المغربية ابن قرقول، أبو إسحاق إبراهيم ابن قرقول. لماذا نقول ابن قرقول؟ ماذا تعرفونها؟ خلينا نشوفهم في المهد. خلينا نشوف البنات قبل ماذا تعرفون ابن؟ أبو إسحاق إبراهيم ابنه. هاشمين مواجمين. حاشمين؟ حاشمات؟ شوية اللغة راهي ضعيفة شوية. النحو اللغة راهو يعاني شوية. المر. لا عليك. قرقول هو العصفور، نوع من العصفور لقب به، هذا الوهراني بتاعكم، هذا تعبنا يا شيخ الزرية متعبينا من زمان، مش من توا فقط. قلت حاول أن يختصر كتاب المشارق للقاضي عياض، وهو كتاب عظيم. كتاب المشارق لما تنظر فيه تقول الرجل هذا ما كيف وضع هذا الكتاب، أنه ترتيب عجيب. أولا ترتيبه ترتيب المغاربة صعب، بدأه أ ب ت ث ج د ذ ذ ر، ثم بعد ذلك ينتقل إلى حرف الكاف واللام والميم، لأنه المغاربة عندهم ترتيب خاص غير ترتيب هذا المغاربة قديما، ثم بعد ذلك يعود إلى النون إلى آخره. ترتيبه عجيب، بدأه بمقدمة ومقدمة نفيسة ونبه على خطورة التصحيف وخطورة الترجيح بين الروايات، وكل فصل يأتي فيه بالأماكن والبلدان التي وردت، مثلا في مادة ضربة مثلا يشرح ضربة، ثم يأتي فيه بالألفاظ التي وردت في صحيح البخاري والموطأ كل الألفاظ، بمعنى كانوا معجم فارس لهذه الألفاظ، ثم يأتي بالأوهام التي وقعت للرواة أو العلل أو التصحيفات، ثم يأتي بعد ذلك بالبلدان والأماكن في كل مادة يفعلها. تصور هذا الأمر كيف يصنع لا كمبيوتر ولا هم يحزنون. في ذلك الحين في القرن السادس، في بداية القرن السادس 540 القاضي عياض، كتاب فعلا لما تقرأه تتعب أنت، فما بالك تألفه تتعب معه، كيفاش نجم اتبع منها سبحان الله الترتيب اللي وضعه القاضي عياض في هذا. وهذا الأمر يتكرر مئات المرات
في مشارق الأنوار، لذلك أعيى المشارق قالوا هذا الكتاب فعلا أعجزنا من الكتب التي أتعبتهم جدا. جاء ابن القرخون نحو كتاب شيخه، قال لماذا لا أسهل هذه المادة، فاختصر الكتاب تقريبا للمادة، وهذا مهم جدا. الاختصار فن، ليس هناك أو ليس كل الناس يحسن الاختصار، بعضهم يجي يختصر في الواحد يقضي على الكتاب أو يدمر الكتاب، لا، الاختصار من أصعب ما يكون، لا سيما في مثل هذه الكتب الدقيقة والدقيقة جدا. اختصره واقتصر على 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 أهم ما يوجد في هذه المادة، ومع ذلك لم يخل بروح الكتاب وجوهره. وهذه كذلك الوهراني، هذا مش كان يأكل الوهراني أكيد رأوا في البيئة والأشياء هذه أثرت فيه، صح ولا؟ ضحكت مثالي يا بنتي، لو ندخلوا ساعات المزح باش نخرج من الجفاء هذا متاع العلم، صح ولا مش صح؟ فهمت؟ كان ابن حجر أحيانا ينكت بينما بعض المحدثين كل ينكت. فأكيد عندكم كرموس هذيك ولا في وهران، هو قيل وهراني أصوله أجداده من وهران، وما هو فعاش حياته كلها في الأندلس، الملخ لا حتى الأندلس ناقصة شوية، لا مش ناقصة، ناقصة كرموس وناقصة، يعني علاقته بوهران علاقة أجداده. إيه يبقى ديما الأصل عنده تأثير، عنده تأثير نعم. كيس هشام يكتب سيسة مثلا لا ليه. فجاء هذا الوهراني العالم رحمه الله وخدم الكتاب خدمة جليلة وأفنى حياته في ذلك، لعنده كتب أخرى، واستفاد منه علماء كبار كابن دحية السبتي هذا، واستفاد منه كذلك السهيلي في الروض الأنف، وكان له تأثير، نقل منه كثير النووي ابن حجر في هذا، ونوه بهذا الرجل واختار بعض الآراء ابن حجر، رأيته يرجح آراء ابن قرقول، فليس شخصية بالهينة هذا. رتبه ترتيبا نفس الشيء، مشى على هذا الترتيب وحافظ عليه وحذف الأشياء التي لا تهم كثيرا إلا المختصين في ذلك، واستدرك على هذا، وكانت عقيدته سلفية لم يكن أشعريا كالقاضي عياض، وفي كل خير أنا لا ألوم القاضي عياض، لكن أحيانا كان يتشدد معه في قضية العقيدة، هذه ممكن من جانب الوهرانية. لا علينا، تو أنا يظل أنهيك هذه، نسيت بعض الكتب وأنا ما نسيتهاش. كم ذكرنا من كتاب؟ 8 10 11 لا علينا. إن شاء الله ربي ينفع بهذا، وإن شاء الله ربي يكتب لنا والأجر ولو حتى في كتيب صغير. وأنا أنصحكم بكتابين قراءة، قراءة القابسي وقراءة مصادر ابن عبد البر. نحب نشوفكم معكم الكتب الأكاديمية، المنهج الحديثي أو يعرفوا سي عمر أدرب ناس به، أو المنهج النقدي عند الحافظ ابن عبد البر. مصادر ابن عبد البر كتاب ممتع لمن يحب القراءة، والقابسي كتاب ممتع لمن يريد أن يبحث عن الشخصية المغاربية التي تعنى بالحديث، لأنه أول من أدخل صحيح البخاري، ويكفيه شرفا أنه أول من أدخل صحيح البخاري إلى إفريقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوع، حتى الجوع جوع ترى. معلش. أكل حتى البنات هذو مش بهم أبو خلي، فماش كعبة تمر عندكم زين؟ قالك الدكتور ما جبتوا له حتى شيء لا تمر ولا. نشكر أستاذنا الفاضل الدكتور طه أبو سريح. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم إن شاء الله وينفع بكم. آمين. على هذا العرض الموجز والجامع لما قام به من مؤلفات وتحقيقات حول ما يتعلق بالموطأ. الآن الباب مفتوح إذا كان هناك بعض الأسئلة أو بعض الاستفادات أو الإفادات أو الإنشادات حول هذا الباب، تفضل. هذا الدكتور أمامكم، والذين يبحثون في الموطأ، بالمناسبة عندي سؤال ساعة نفتح لهم الشهية ومن بعد. ذكرتم طبعة ابن بكير، قد رأيناها ولم نخبرها ولم لغلاء ثمنها، جاءت في المعرض مؤخرا مزمة. كم سعرها جاءت؟ والله غالية، 1,400,000، 3 مجلدات. 1,400,000 بنص فلوس تونس ولا فلوس؟ لا بفلوس نحن، فلوسنا تقريبا هكذا. فهي وش رأيكم في الطبعة هذه؟
والله طبعا من جهة الضبط وسط، من جهة التعليقات والتخريج جيد بصراحة طبعت الدكتور. اي ولكن في بعض النسخ اخرى ما رجع لهاش، مثلا عندنا قطع هنا في تونس قطع مهمه جدا هي طبعت الدكتور بشار. بشار هو المصري هذا دكاتره المصري تلاتة. المصري هذاك طبعه سيئه للغايه، اعاد نقل نسخه بشار في طبعه اخرى عندي زاد يعني اريتك اياها سوداء هكا. اما تبقى جهد معناها اطال افاض كثير في التخريج على حساب الضبط نتاع وفهم كذلك منهج ابن بكير، لأن ابن بكير فقيه ويذكر حتى بعض، أنا وجدت في النسخة الخطية أنه يذكر بعض الفوائد التي يرويها هو بإسناده ما عرج عليها إطلاقا لا بشار ولا اللي معه بشار، مش هو اللي خدمها بشار، خدمها معه واحد. تبقى هي أحسن شيء في السوق لا أكثر أقل، الإنسان المختص يعرف ممكن يستفيد منها المختص خاصة، فهمت كيف؟ وكاو هذا هو نتصور أن هذا وشيء بشيء يذكر يعني رواية ابن جوصة وش مميزاتها؟ ابن جوصة أنها جمع فيها بين رواية ابن وهب قطعة، هذه سؤالات أبو بكر كافي للدكتور طه. هي ابن جوصة أنا أول من استعملتها ولله الحمد أنا عام في 97 في غرائب مالك، ومن بعد خونا أبو شامة نقلها استعملتها مخطوطة، بعد ما لم يشير استعملتها مخطوط وموجودة بالقاف وغيره عام 97 قبل ما يقف عليها بشار وغيره، جابها وقتها صالح العلي اللي كان رئيس مجلة الوعي في الكويت، أنا قابلته هناك، قابلته هو الشيخ طارق الخضيري، تعرفه طارق الخضيري؟ معرفه زمان حبيبي، أي حقق زمان تجريد المواطن، أي حقق تقصي هدى لي إياه، تقصي هدى لي إياه، تعتبسه طارق طارق اوه خطيب المسقى، انا ما رايت خطيب في حياتي مثل هذا الجزائري، هذا دكتور جزائري له اعتناء بالمواطن، ما رايت خطيب في حياتي، ربي يبارك فيه ان شاء الله ينفع به، ان شاء الله يرجع لكم الجزائر هنا ان شاء الله. حتى الشيخ احمد مزيد بوني عالم زاد في موريتانيا قال لي من 30 سنه ما سمعتش خطبه مثل هذا، الله فهمت. لا علينا، هذه بين ظفرين. الكتاب هو قطعتين، قطعة من كتاب جمعه ابن جوصة الشامي، اسمعوا هذه الفائدة، يروي الكتاب كذا نسخة ابن وهب الأصلية اللي هي الموطأ، ويروي رواية ابن وهب الأصلية اللي هي الموطأ وجمع بينهما، يقول مثلا حدثنا فلان ثم يأتي بحديث الموطأ من طريق ابن القاسم ثم بعد ذلك يأتي ب طريق ابن وهب، احيانا يعلق احيانا ياتي بشرح اللي فيها بعض الفوائد مهمه جدا في بعض الشروح وبعض الاراء الفقهيه غير موجوده في الموطئات، هذه الناحيه هذه من هذه الحيثيه مهم جدا، ورتبه ترتيبا على الموطأ جمع بينهم، ما رتبه ترتيب اخر تركه كما هو. كتاب طبع في مجلد ولكن ناقص مجلدين اظن، لا مجلد أزرق فقط ضخم، ضخم فهمت. اسمه جمع ابن جوصة، جمع بينهما ابن جوصة بين روايتين، أظن توفي 311-321، أنا شك الآن لا يحضرني تاريخ وفاته، أما لا يتجاوز 320-300 بين هذا وهذا ابن جوصة، لأنه يعني بينه وبين بين الرواة في الغالب رجل أو رجلين قريب العهد بهذا، لكن ليس فيه نقد، فيه جوانب فقهية ومعناها وبعض الغريب، أنا يهمني في جانب الغريب مهم جدا، خاطر النقول قديمة عن ابن القاسم وابن وهب، نقلا عن تفسير موطأ لهما، لا عن أحيانا تعليقاتهم هم داخل الموطأ، لأن البعض منهم يفعل القدامى كانوا يفعلون كما نفعل الآن، يأخذ نصها يكتب فوقها نسخة موطأ يكتب داخلها، يأتي الراوي يروي تلك الزيادات أو تلك، فهمت، في نسخة ابن وهب نفسه تجدها هكذا، فهمت كيف؟ وهذا الذي وقع في طبعة ابن قرقول القطرية، ابن قرقول أدخل بعضهم الزيادات أدخلها ضمن المتن وأظنها أنها من كلام ابن قرقول وهي ليست من كلام ابن قرقول، هذا فضلا أن ابن قرقول نفسه كتب، أنا على يقين أنه كتب أكثر من نسخة، أن بعضهم يكتب الكتاب ثم يعيد إبرازة ثانية كما يسميها بشار عواد علامة هذا،
وهذه صحيحة أحياناً يكتب ويضيف في هذا، فتنتشر النسخة هذه الناقصة ثم تخرج نسخة أخرى كاملة، فالبعض منهم يظن هذه النسخة ناقصة أو يدمج هذا في هذا ويقع الإشكال في هذا. كيف يعرف ذلك الأمر؟ بأمرين. كيف تعرف أن تفصل بينهما؟ بالتاريخ، تاريخ النسخ، هذه نسخة قديمة عندها أخواتها 3 و4، وهذه نسخة جديدة عندها أخواتها 3 و4، كي تقارن بيناتهم تجزم أنه هذا العمل ليس من النساخ، هذا العمل من المؤلف نفسه. واضح؟ هذا يقع كثيرا. أحيانا النقول تجدها عند ابن حجر لا تجدها في المطالع، يقول قال ابن قرقود، تعرف اللي هو نقل من نسخة متأخرة، وهذا يقع طبيعي جدا. ولا ما فهمتونيش؟ لا واضحة. واضحة؟ ما فهمتش؟ لا واضحة. ها؟ أن النسخ تختلف الإبرازات، يعني مثل الآن الطبعة الأولى، الطبعة الثانية، الطبعة المنقحة، والطبعة المزيدة. بالضبط. من إيه؟ عنده سؤال أخير؟ تفضلوا يا مشايخ. الظاهر المشايخ كيفين؟ السؤال الأخير نختم به إذا كان ما كانش، ما زال كاين أسئلة. هاي. هذا خلوه هو محفوظ. ماشي ماشي. سي مراد، دكتور مراد تفضل. عفوا، إذا كان السؤال موطأ، أخر سؤال فليس موطأ. موطأ وما يتعلق به. وبيئة الموطأ. أني فاهمك، راح تسأل بيئة غير موطأ. طيب خلي سؤال نرجئه بعد قليل. تفضل دكتور محمد علي. قال بحكم خبرتكم في الموطأ ما هي الجوانب التي ما تحتاج إلى دراسة؟ هذا سؤال مهم الدقيق. أنا إلى الآن لم أرى دراسة تشفي الغليل في الموطأ، في منهج الإمام مالك في الموطأ والدقائق التي أثرها الإمام مالك فيه، لا سيما مع ظهور هذه النسخ، الروايات الثمانية، الروايات الثمانية التي ظهرت. أكيد الباحث لما يقارن بينها سيجد كثير من الفوائد لم يتنبه حتى إليها القدامى فضلا عن المعاصرين، فهذا يحتاج إلى جهد كبير وفهم كذلك عميق لعقلية الإمام مالك. تفضل سافر. أعطي سؤال مثلا، أنا نسأله سؤال، هل وجدت من كتب عن تراجم الإمام مالك في الموطأ بالتفصيل؟ لا. هل تعرف أن الإمام البخاري تأثر كثيرا بالإمام مالك في مستوى التراجم، خاصة التراجم الوصفية؟ تعرفون ما معنى التراجم الوصفية؟ التراجم التي يذكر فيها باب ما جاء في الوضوء بالماء الساخن مثلا، مش باب من نهي عن الوضوء بالماء مثلا الساخن، النهي هذه فيها حكم، الأخرى وصفية فقط، ترجمة مطلقة. مطلقة البخاري يفعله هذا. هذه تأثر فيها بالإمام مالك، يقينا تأثر فيها بالإمام مالك. هل كتب في واحد من هذا؟ هذه مهمة جدا. أنا طلعت في بحث واحد الدكتور سعودي كتب كل حاجة صغيرة، يعني كل حاجة صغيرة، بحث صغير، أي بحث صغير، أما ككل استقراء كامل لا. حتى الطلبة ممكن يجي مشروع تراجم الإمام مالك في الموطأ، في الروايات الموطأ فقها دلالة وفقها، صح ولا لا؟ نعم. تستخرج وتجد أشياء كثيرة مع الرجوع إلى الشروح مفيدة جدا في هذا الجانب. دكتور تفضل. الحمد لله قرأت من قبل مرة الموطأ وفكرنا أنه ننزع كلامه عن الحديث حتى يسهل قراءته أكثر، هل هذه فكرة جيدة؟ قال لك لما نقرأ الموطأ خاصة في المجالس العامة نجد الأبواب المتعلقة بأحكام العبيد وكذا كذا، فجاءت فكرة أن لو يجرد الموطأ من بعض عبيد من هذه الأحكام، العتق، العتق وأحكام العبيد، ولماذا؟ ولماذا؟ عند العوام لا يفهمون هذه الأشياء، واحدة وثنين أنه يسهل قراءته كم من مرة ويعتبر مختصر للموطأ. غيرك يأتي إلى صحيح البخاري فيقول ننزع كتاب الجهاد لأنه لسنا في حاجة لكتاب الجهاد أو كتاب العتق، ما رأيك؟ وتسير سنة في هذا، صح ولا؟ ثم قد نحتاج إليه يوم ما إحنا، صح ولا؟ طيب
وقد هذا يفضي إلى تغيير الكتب عن وضعها. لو تجاوزت ما قرأت شو مشكلة؟ لا هو نعم هو المختصر ربما ما قام به بعض المحدثون من تجريد الأحاديث المرفوعة، لأن العامي في العادة، أنا دائما أقول العوام يقرأ لهم المختصرات من وجهة نظري، العوام لا يسمعون الكتب، هذه وجهة نظري دكتور. العامي ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى المتون النبوية يتعامل معه، لا يحتاج إلى أسانيد وإلى اختلافات وإلى، فنجرد لهم المتون النبوية مختصر مثل ما فعل السابقون، مسند الموطأ أو مثلا تجريد الملخص للمتحفظين، الغرض من هذه هو سهولة الحفظ، الملخص للمتحفظين تاع القابسي حتى يسهل حفظه، فيكفي العوام ان تقرا لهم الاحاديث المرفوعه ويبعدون عن المسائل او تسهيل قضيه العفن. قول جاءت في فتره معينه كذا وكذا وكان ثم غزوات وحروب فاضطر نزلت فيها احكام تمر عليها بتلخيص دون تفصيل او تطويل، يفهم العوام ساعات يفهم اذا سهلت المعلومه يفهم، صح ولا لا؟ هذه من الحكمة المدرس كذلك. لا علينا غيره. الدولي بقنا الدكتور كنت راح تفضل ومن بعد نرجع الدكتور مرة. الحين لا توني جهاز عام ما كيكا. خلي فرصة أخرى. أنت مصر الحاهم على الإجازة. شيخ أستاذ الشيطان الشيخ أبو بكر الأول شيخ أستاذ هي لقاء قصيدة إذا كانت الشيخ طه. عندك هي أراي عندك. شو؟ نختم بها المجلس. شو قال؟ سبحان الله أنا قلت على باب ال. قال شو؟ إنشادة. إنشادة من الإنشادات. بيت شاه؟ لا مقطوعة أو قطعة. هذه خلوها في الأخير نختموا بها إن شاء الله، قطعة خفيفة هكذا. بالنسبة للإجازة أنا أجيزكم إجازة عامة نزولا تحت رغبتي، خلي النسوة عقيلة يحملوا الحديث هذا، وحديثكم بحديث الأولية ما شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند المتصل، هذا سمعته من الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله ومن الشيخ كذلك إسماعيل الأنصاري وليس بأخوين الشيخ عبد العزيز ابن الصديق الغماري وعن شيخ محمد الشاذلي نيفر بأسنيدهم إلى الترمذي إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء، وقال حديث حسن صحيح. مع وصيتي لكم بالتقوى والإخلاص والعمل الصالح، ولا تنسونا من دعائكم. بارك الله. قولوا قبلنا ربنا وتشرفنا. ربنا وتشرف. نعم تفضل يا استاذ. اربع شيوخ هما احمد الانصاري اسماعيل الانصاري محمد الشاذلي نيفر والرابع عبد العزيز بن الصديق الغماري. هذا اجازني في طنجة عام 93 وعام 94 اجازني بثبته كاملا، وقرات عليه الاوليات والشيخ الشاذلي سمعت عنه سماعا الموطأ سماع نصف الموطأ سماع والبقية إجازة. دكتور الشيخ دكتور طه بسريح من تلاميذ الشيخ شاذلي النيفر محقق المعلم بفوائد مسلم وغيره من خواص تلاميذ، ويروي عنه مباشرة رواية ودراية، وأظن علاقتكم بشاذلي النيفر هي اللي حببتكم في التحقيق ومجال التحقيق. أي هو كان ضعيفا كان محبا للعلم وأهلي، وكان حفيا بنا أنا والشيخ مختار والله يرحمه، وكان الشيخ حماد شديد في الإجازة حماد الأنصاري، هذا قل من يجيز حتى من السعوديين، حتى أنهم غبطوني إن لم نقل حسدوني. كان يأتي الجزائر كان الجزائري الشيخ محمد الغزالي يسمع سماع التلميذ الشيخ الغزالي يرافقه في جميع المحاضرات في مدار الزبير الجبريلي ويسمع هنا في الجامعة زارنا. سؤال الأستاذ العزيز النقاش الذي دار بين أخينا الأستاذ رضا بوشامة والدكتور بشار عبد الله عبد الحمد
حول الله الجميع حول الواقع حول رواية محمد بن وضاح. لو أنا ما فهمت ابن وضاح أنا ما ذكرت ابنه لا ما ذكرت ابن وضاح. اطلعتم على الحوار الذي كان بين الدكتور بشار والدكتور أخونا الدكتور رضا أبو شامة؟ لا غير مطلع. أنت أنا أعرف أنا طلعت على نسخة في باريس أو نسخة هي صورتها نسخة باريس هذه قطعة منها رواية ابن عبد البر لكن النسخة برواية ابن وضاح عن يحيى فيها في الأطراف استدراكات ابن وضاح ليحيى لأنه ابن عبد البر ابن عبد البر يقول وكان له تصور على يحيى بن يحيى بهذا اللفظ في التمهيد تصور بمعنى كانت له جرأة في هذا أصاب في أشياء وأخطأ في أشياء أخرى لكن النسخة أعرفها جيد وابن وضاح في باريس النسخة مصورة من باريس هي قطعة مجلد ثاني فقط ما هي كاملة بهذا أنا كنت أنوي إخراجها لأن فيها هذه الاستدراكات أول من استدرك عليه لكن من أطال النفس في نقده هو أحمد بن خالد جباب هذا توفي 333 للهجرة أحد النقاد الكبار هذا لم يأخذ حظه من الدراسة هذا ينوه به كثيرا ابن حزم ويراه من كبار علماء الأندلس أحمد بن خالد الجباب هذا أندلسي ونقد يحيى في أكثر من 30 موضعا ذكر ذلك الخشني في كتابه طبقات المحدثين وهو مطبوع ونقلت هذه وذكرها كذلك خرج هو كتاب أنا كنت أنوي أجمع كتاب خرج للشويعر كتاب جيد ومجهود لكن لا أوافقه في ما خلص إليه خاصة في توجيه النقد لأنه لا يكفي أن تجمع الطرق لكن الحكم بعد ذلك على الطرق والخروج بنتيجة هذه أصعب شيء أو مثلا كثير الباحثين يكتف الحديث ويخرج من الطرق يأتي إلى النتيجة يلخبطها أو قد لا يصل إلى النتيجة ويخليك ضايع ميزة ابن حجر والألباني أنه يعطيك الخلاصة بقطع نظر أنه يصيب أو يخطأ يعطيك يطمئنك وحكم المحدث المختص كالألباني ليس كحكم الطلاب الذين يشتغلون بالحديث نظرته غير النظرة هذه مهمة جدا في النقد واضح ابن حجر لما يحكم الحديث مش أي كان يحكم الحديث واضح قل لك لا أنا خرجت وبرا خرجت وأنت لكن الحكم في الأخير ما أعطيتنا هذا شيء خليتنا ضايعين فهمت هذه ميزة مهمة جدا لابد أن يتنبه إليها الإنسان حكم المحدث الخريط ما هوش حكم أي طالب علم بارك الله فيكم دكتور بقوا سؤالين أو ثلاثة على السريع كيف اعتنى الإمام مالك بعمل أهل المدينة في موطئه وهذا سؤال هذا سؤال محاضري ويتحدث عن الموطأ الدكتور مش يتحدث عن الموطأ بخصوصه بقدر ما هي لا هو يقول وليس ليس نعم. عليه العمل أو عليه العمل نعم. أحيانا ليس عليه العمل أنا رأيت عند المحققين كالباجي وابن عبد البر في جامع بيان يقول لا يقصد به عمل أهل المدينة كاملة وهذا اللي يقوله لا يعرف عمل أهل المدينة لأن وجدنا كثير من أهل المدينة يخالفون مالك في 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 فيما يقوله مما يدل على أنه يقصد به عبد الرحمن بن هرز وربيعة وكذا وكذا أربعة هو سماهم أو أحيانا اثنين ويقول ليس عليه العمل عند هؤلاء ليس كل المدينة بدليل قلت أنه في آراء أهل المدينة يخالفون في هذا فالحمل على الإطلاق حمل علمي خاطئ يقوله قلت محقق المدينة وذكر هذا القاضي عياض في قاضي عبد الوهاب في شرح في أوائل شرح الرسالة ذكر تفصيل في عمل أهل المدينة تفصيل مهم جدا فليس عليه ليس على إطلاق فضلا أن يكون حديث صحيح يخالفه مالك حتى أنه الشنقيطي في المذكرة هذه يقول هذا سوء ظن بمالك أنه يجد حديث صحيح ويخالفه لعمل أهل المدينة شو لعله غير ثابت ولعله يتطرق إليه الاحتمال لذلك الشافعي يقول خالفه في هذا الأمر مخالفة مطلقة قضية عمل أهل المدينة مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم دكتور في سؤال آخر عن السريع يقول ذكر أن مالك كان يراجع الموطأ ويحذف منه وينقص منه هل شمل هذا الأحاديث المسندة فقط والله شمل إلى أيضا الآثار المنقولة عن الصحابة
والله هذا الأمر يحتاج إلى دراسة. أنا نظرت في الموطئات لا وجدت فيها خلاف كبير، وجدت خلاف في قضية الإرسال والوصل في البلاغات، في ترتيب بعض الأبواب، في ترتيب بعض الأحاديث. أما حذف الأحاديث بالكلية وإبدالها بأحاديث أخرى هذا يحتاج إلى استقراء دقيق جدا، ولا أظن أنه يصل إلى نتيجة البحث في هذا. فهمت كيف؟ لماذا؟ لأن الباحث عادة إذا كان له كتاب وأضاف فيه وقدم في الغالب لا يخرجه إلا إذا استقر رأيه على شيء ما، يصعب أن يكون من يخرج لهم ما هو ناقص أو يظن إلى آخره. فالروايات متقاربة جدا في هذا، قلت الترتيب أحيانا في ترتيب الأبواب وفي بعض الأحاديث هذا مرسل في رواية القعنبي موصول في رواية أبي مصعب، وهذا يفعله الإمام. أنا وجدت نقل مهم جدا عن ابن المخير في المشارق يقول هكذا حدثنا مالك بالوجهين، بمعنى مالك نفسه كان يحدث مرة مرسلا ومرة موصولا، هو نفسه في الجلسة أحيانا ينشط يقول قال رسول الله أو بلغنا رسول الله، وفي المجلس يقول حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، أو حدثنا إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. واضح ولا مش واضح؟ واضح واضح. سؤال ما قبل الأخير باش نفتح المراد وبعد الإنشاد. قال حدثنا شيخنا عن الكتب القيمة ونصحنا بقراءة بعضها، فهل تفيدنا ببعض النصائح المنهجية في كيفية تدوين الفوائد والمسائل؟ والله شوف الكتب جميلة وكثيرة. كان الشيخ أبو عبد الله المقرى لعلكم تعرفونه، منير مظفر تعرفون تسمعون به، شيخ وشيخ ومتقن جدا عبد الله منير المظفر، قال لي نصيحة لا أنساها، قال العمر قصير واقرأ أقرأ أهم شيء، ما تقرأ كل شيء، الزبدة الزبدة بمعنى. لكن إذا أردت أن تتوسع في الأصول مثلا، فهمت كيف؟ أنا مثلا أميل لابن حازم في الأصول، أميل للقواطع الأدلة، أميل للمختصر الروضة، أميل لعبد الوهاب الخلاف وبعض الكتب الأخرى فقط. أما في الأصول أما بتاع قال وقيل وقال بدون دليل هذا ما يدخلش المخي، حب الكتب اللي مبنية على الدليل تدربك. الكتب كتب الحديث أقرأ ما شئت من المتون ومن الشروح، وقاموس السنة هو فتح الباري، فتح الباري فيه من الفوائد، كتب ابن القيم وابن تيمية فيها المتعة، كتب ابن حزم فيها، كتب معناها شو نقول لك الشراح القدامى كلها كتب قانون الثالث وارجع التالي كلها متعة وفيها أدلة. كتب الطبري من أروع ما تقرأ، تهذيب الآثار تستمتع في هذا، طحاوي شرحه على مشكل الآثار من أروع ما تقرأ كذلك. كتب كثيرة وكثيرة جدا، كما قلت أنك تنتقي ما يتناسب مع قدراتك، ما يفيدك، ما ترى فيه نفسك. ما جابوش حتى لا أمجاب حتى تمر أمجاب وجاب أمجاب. سؤال أخير ونختم إن شاء الله، تفضل أستاذ أحمد. أستاذ أحمد حاول سؤالي أنا راني جوعت. لا خلاص في شيء من الإجابة، تفضل أستاذ مراد. أستاذ أحمد تفضل منه. الله يحفظكم إن شاء الله. والله لا مزية، أنا مستمتع أكثر منكم لأنه أنا حالة جيت هو يعرفني، جيت في حالة، لكن الحمد لله لما جلست أمامكم فتح الله تعالى الصحية فهمت فتح الله، وأنا أتمنى أن أزوركم وأن أفيدكم بقدر الإمكان، ويكون التحضير أكثر دقة ومنهجية لأن هذه كلها موثقة بالصفحات والأشياء هذه. تفضل نختم بك ثم نأتي إلى لا انا امزح يا ودي يا شو يمزح بك على بالنا احنا بمقاصد كلامه. تفضل السؤال سمورا، ادمجهم في واحد.
أنا شوف توا راح الجوع نقعد معك حتى للمغرب كنت تحب تسأل وين نجيب أتحبش هكا يعلم الله عز وجل أني قادر نقعد معك للمغرب. دكتور مراد يسأل عن ما يسمى بتفسير الإمام مالك. هذا والله كتب فيه في واحد سوداني رأيت له جمع أقوال الإمام مالك في التفسير مطبوع كتاب هذا مرويات مالك في التفسير لكن التفسير من نقول عن مالك مما جمعه أبو بكر العربي في نهاية القرن. لا أنا ما عنديش فكرة في هذا. أي صح غير موجودة ذكر في ترجمتي هذا مفقود فقط. ممكن ممكن لكن أنا أعنى الآن حتى لا أخفي لك سرا وأحيانا أعطي أفكار نلقى شكون أخذها كما وقعت مع أبي مصعب قصة قصة مع أبي مصعب. كنت أنا نقدت هذه النسخة في الكويت كان واحد معنا مصري قلت هذه نسخة بشار قبلناها أنا الشيخ عبد المزيد وجدنا 100 صفحة 100 خطأ فيها والله على نيتنا إحنا بعد عامين نلقى الكتاب خرج من تحقيق أبي مصعب وذكرت المصري تلميذي قلت له قل له الفكرة هذه خذيتها من عندي أنا قال إيه قال شيء فعلا سمعتك الفكرة مشيت نفذت عاد لا علينا مش المهم نفذها الفكرة أنا نعطي فكرة كي يقوم بها ويتقنها. أنا أبحث حين أجمع ما قاله مالك في شرح الحديث لأنه شرح الحديث نحب نبدأه من أول فقط ما عهد الزهري كان يدخل الألفاظ معروف الزهري كان يشرح الكلمات شيوخ مالك ثم مالك ثم معمر معمر بن راشد وجدت له في الجامع عدة مواطن يشرح فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقدم من مالك في هذا أعمل على هذا الأمر وهذا مهم جدا في توضيح معاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو امتداد لهذا لأن هذا ينقل عن سفيان بن عيينة في عدة مواطن وعن غيره اللي هما في طبقة الإمام مالك فهذه القضية تشغل بالي في هذا. أنا قرأت للجامعة لهذا الغرض والموطأ وجدت فيه في بعض المواطن شرح الإمام مالك لمن هذاك لكل شيء وفاء وتطفيف ويشرح شرح عدة ألفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مهم جدا بالنسبة لتاريخ شرح الحديث. هذا لو تهتم به يكون أفضل ويحتاج إلى جهد وقراءة كثيرة كذلك حتى مصنف عبد الرزاق في هذا الأمر. هذا الثاني دكتور مراد هي نسخة مهمة هذه وقعت لي فيها قصة. أنا كل كتاب فيه قصة هذه من جزء كبير من هذا الكتاب أنا كنت لا أريد أن أحققه لأنه هو مش اختصاصي والكتاب جميل كان يدرس في جامعة زيتونة فكان الشيخ الحبيب الهيلة الله يرحمه هو المشرف على هذا اللي حقق الجزء الأول والجزء الأول كان بين يدي أنا كان بإمكاني نسلمه هذا قلت هذه من باب الأمانة العلمية ما نعطيش حتى نشاوره. مشى الحبيب الهيلة مرتين قال لي قعدت معه نصفها من بعد قال لي ادعي له يا شيخ قال لي الكتاب أصبح كولدي ما يحبش يسلم فيه شيخ شاب هو أي واللي ابن حزم صف الجزء الثاني والثالث قعد له قال لي كيفاش يا شيخ تو تعطيني كتاب من الاخر وعطيني من لون كان قلت له اعيدك اني خدمته في 6 شهور الكتاب هذاك ولقيت نسخة الشيخ شادي معلق عليها توفى وقتها شغل مكني منها ولده أقدم النسخ اللي اعتمدوا عليها هما كانت فيها فائدة هذه التحقيق فاضطررت إلى تحقيقي أنا ما كانت النية أن أحقق الكتاب هذا هذا هو هذا الذي وقع في هذا الكتاب. شيخنا هذه النسخة الشيخ شادي يعني تعليق على الجزء الأول الذي حققته والله هو كان يريد هو الشيخ المفتي يحقوه الكتاب هذاك ابن فرس كتب بقلم الرصاص على النسخة المخطوطة فقط ما كان فيها تخريجات ولا أشياء كثيرة في هذا أما هي من حيث التاريخ أقدم من النسخ التي اعتمد عليها بقية وإن كان أنا مش راضي على تحقيق مزوز كان بيودي نعيد الثاني والثالث في هذا والله أعلم. صحيح الكتاب كامل يعني إيه لكن أخشى أن يطول ابن الفرس في رأيي أنا
حسب قراءتي قرأت ثلاثة أجزاء أنا في هذا طالع هذه القضية قديش عندها يوم تشكل 2006 أظن هكذا 20 سنة أو أكثر. هذا مما عالق في ذهني. أنا أذكر أنه عمدته كان المازري وابن العربي في الغالب، أحيانا يتدخل هو، أحيانا ينقل فقرات كاملة من المعلم، وأحيانا من شرح التلقين وينقل عن ابن العربي لأنه شيخه هو كذلك، وأحيانا ترتيبه وتسهيل العبارة فقط، أما من حيث التحقيق ابن العربي يفوق يعني يقينا، وينقل عنه كذلك القرطبي. هو من حيث التسهيل، لماذا اختار أهل الزيتونة؟ لأنه أسهل في الترتيب وأسهل في العبارة فقط، أما من حيث التحقيق لا يصل إلى مرتبة ابن العربي أو إنصاف العربي نعم. ابن حزم هاي الحمد لله فهمت، وهذا يسخلني نكره ابن العربي لا ما كنت هذا رأيي أنا خاصة نعم. أنا مارست الكتاب. بهذا نكون قد أنهينا اللقاء. فيه أخونا عنده قصيدة صغيرة. لا قصيدة لهم يحزنوا ويتنقوا لا جيعان لحظة حتى سيد العميد قلت له يجيب لي كسكروت. لا هو جاب لك الخير كسكروت. الآن ننهي هذه المداخلة وهذه الجلسة. لا قصيدة لا بدون قصيدة، ولكن فيه تكريم بسيط يقدمه السيد العميد للأستاذ دكتور طه. مش مشكلة والله، أنتم أهلي وأحبابي وأخواني وأبنائي قبل كل شيء موش مثير. إيه ومازال إن شاء الله بالمناسبة مازالت فرصة أخرى في ملتقى الموطن إن شاء الله نستضيف الدكتور ويفيض علينا. هاي بارك الله فيكم. جيبوا جلب عمليهم جلب. سامي. لا ربي يحفظكم إن شاء الله. أنتم أحبابي وأصحابي وأخواني وأبنائي وبناتي إن شاء الله. ماهوش مزية. انتبهوا ماهوش مزية هذي نقول. الله يحفظك. ماهوش مزية. الله يحفظك. ها؟ والله جوعت يا شيخ. حد صديق بالساعة. الله يحفظك. خليني أسلم لك الشيخ. هاي يا سيدي. هكا تعب راحك سيدي. بعديك. الله يبارك فيك. الله يجزيكم خير. أولادنا ونسأل عنهم يوم القيامة. ترى تنحول يا أخي قصرت معك. تنحيني ولا هاتفك هذا هاتفك شكرا راح نسق تاعنا احنا الشيخ السند تاع الواضحه تعطيه لي درك ولا ترسله لي السند تاع الواضحه انا ارسله لك خلاص بارك الله فيك انا في الجهات خلاص بارك الله فيك الشيخ بيه.